اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في خبر اليوم، نقدمه لكم من قناتكم شوف تيفي. الاربعاء 24 من فبراير اعتبرته النقابات تاريخيا بعد ان اكدت ان نسبة المشاركة فيه بلغت 100% في بعض القطاعات الحيوية، بينما وصلت النسبة العامة الى 84.8%. الميلودي مخارق الامين العام للاتحاد المغربي للشغل قال ان الاضراب يعتبر تاريخيا وناجحا بكل المقاييس بعد ان سجل شلل تام في كل جهات واقاليم ومدن المغرب، مضيفا بان عجلة الانتاج والحركة في كل مكونات النسيج الاقتصادي بالوظيفة والخدمات وفي كل الادارات والمصالح العمومية والقطاعات الادارية توقفت. لنتابع تصريح الميلودي مخارق. انفدت الطبقة العاملة المغربية اليوم بكل فئاتها الإضراب الوطني الذي دعت إليه المركزيات النقابية الخمس، وحسب المعطيات الأولية التي وصلتنا فإن الإضراب عرف نجاحا باهرا، وذلك في كل القطاعات المهنية، فقد انخرطت الشغيلة المغربية بوعي وحماس في هذه المحطة النضالية، وهكذا وكما يمكنكم أن ترون في ميناء الدار البيضاء الذي يعتبر القلب النابض للاقتصاد الوطني، فكما ترون الحركة مشلولة وانخرطت كل فئات الميناءية في هذا الإضراب، من شحن وتفريغ السفن، من صيانة السفن، من تخزين الحبوب، وما يناهز 17 قطاع مهني، فكذلك في مختلف الموانئ بأكادير، بالجرف الأصفر، بالناظور، بأسفي. الإضراب كذلك عرف نجاحا كبيرا في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية كوكالات توزيع الماء والكهرباء بالمغرب، وبالقطاع الخاص لتوزيع الماء والكهرباء بالمغرب كشركة ليدك بالدار البيضاء، وريضال بالرباط ونواحيه، وشركة أمانديس في المناطق الشمالية. كما أن الإضراب كان شاملا في المكتب الوطني للكهرباء والماء، حيث عرفت نسبة النجاح 100% عبر التراب الوطني. أما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد توقفت الحركة بالإدارة المركزية والمديريات الجهوية وبمصحات الضمان الاجتماعي، وانخرط في الإضراب الأطباء والأطر والمدراء وكل المستخدمون والمستخدمات. وفي مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل فقد انخرطت بوعي كبير الشغيلة التكوينية في 234 معهد عالي للتكنولوجيا التطبيقية عبر التراب الوطني. وفي قطاع الأبناك والمصارف فقد انخرطت الشغيلة البنكية انخراطا واسعا، حيث فاقت نسبة الإضراب 95%. أما في قطاع الجماعات المحلية فقد أضربت الشغيلة في هذا القطاع في 1500 جماعة حضرية وقروية، وقد بلغت نسبة النجاح 92%. وفي قطاع الوظيفة العمومية في الوزارات والإدارات العمومية فكان الإضراب شاملا، وهكذا في قطاع التعليم انخرطت الشغيلة التعليمية بكل فئاتها من الابتدائي إلى التعليم العالي، كذلك في قطاع الصحة فكل المستشفيات وكل الأطر الطبية ومستخدمون في هذا القطاع خاضوا إضرابا بطوليا. كذلك في وزارة العدل توقفت المحاكم وتوقف مستخدمو ومستخدمات هذه الوزارة. وفي قطاع المالية انخرطت كذلك الشغيلة ديال هذا القطاع في هذا الإضراب التاريخي.
اللائحة طويلة للشركات المتعددة الجنسية التي انخرطت في هذا الإضراب وهكذا. فكل الشركات لصناعة الأدوية، صناعة الكيما في قطاع الكيماويات، قطاع الحديد، قطاع المواد الغذائية، قطاع النسيج والملابس الجاهزة انخرطت بوعي وحماس. وتحية عالية لأطر ومستخدمي ترامواي بالدار البيضاء الذين توقفوا عن العمل احتجاجا على أوضاعهم داخل هذا القطاع الحيوي وكذلك تضامنا مع باقي القطاعات المهنية. وتحية خالصة لأطر وعمال مدينة بوس حيث توقفت اليوم 836 حافلة لهذه الشركة تضامنا وانخراطا في هذا الإضراب. وحسب المعطيات الأولية بلغت نسبة الإضراب 84.8 عبر التراب الوطني. وعلاقة بهذا الإضراب العام، العاصمة الاقتصادية مدينة الدار البيضاء عاشت صباح اليوم شللا في العديد من المناطق، حيث وقف البيضاويون لساعات في انتظار وسيلة للنقل لكن دون جدوى بعد أن غاب الترامواي وحافلات النقل العمومي، كما سجل غياب للموظفين بالإدارات العمومية وبالمستشفيات، وهو الأمر الذي جعل البيضاويين يرجعون أغراضهم إلى يوم غد. لنتابع أهم ما أرصدته كاميرا قناة شوف تيفي بالبيضاء صباح الإضراب. ميكرو قناة شوف تيفي نزل إلى الشارع البيضاوي صباح الإضراب واستقى آراء المواطنين حول هذا الإضراب لنشاهد. إضراب راه حق لأي مواطن، إلا كان مضرور من شي حاجة راه خصو يريكلامي على حقه، والطريقة الإضرابية اللي باش كيريكلامي بها ما كاينش شي حاجة أخرى. إيوا ولكن هاد الأضرار كاين بعض منها اللي هي واقعية وكاين اللي هي غير 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 طبيعية، غير كيزيدوها فوق القانون. بحال التعليم مثلا، اش نخصهم اللي غيضيعوا ديك الشباب ديك الدراري بلا قراية؟ اش داروا؟ راه كاين نقابات هما يدافعوا على الحقوق ديالهم، ماشي يوقفوا الشعب كله الدراري ما يقراوش. علاش؟ إذا كان الإضراب صالح الرأي العام أنا متفق مع الإضراب، يعني إذا كان بالنسبة بحال المشكل ديال التقاعد، المشكل ديال ارتفاع الأسعار، أنا متفق في إضراب، ولين إضراب يكون سلمي ومحفظ من طرف الدولة. قطاع الموانئ الذي يعتبر القلب النابض للاقتصاد الوطني شلت به الحركة تماما في العديد من المدن المغربية ليسجل نسبة 100%، وهو نفس الأمر بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء بالإدارة المركزية أو المديريات الجهوية وقطاع وكالات توزيع الماء والكهرباء، بالإضافة إلى توقف حركة الترامواي وحافلة النقل العمومي والعمل ببعض الإدارات العمومية والمستشفيات. هذه كانت من بين النتائج التي تم الإعلان عنها عقب الإضراب العام. إلى هنا نأتي مشاهدينا لنهاية خبر اليوم، إلى اللقاء.